تعالوا معنا كمان دلوقتي على الهواء حسن الحسيني، هو احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه. حسن، بدايه قول لنا كده، بعد ما بنحييك طبعا وبنقول لك صباح الخير، قول لنا كده، انت عبرت مع الشاحنات امبارح؟ لو دخلتوا القطاع ولا لسه النهارده ان شاء الله لو تم عبور الشاحنات هتكون سائق احد هذه الشاحنات؟ صباح النور يا فندم، وصب عليكم كلكم. والله ان شاء الله انا من ضمن القافله اللي هتعبر النهارده باذن الله لسه. القافله اللي عبرت امبارح كانت محمله ادوات طبيه واكفان ودخان اللوازم اللي هم كانوا محتاجينها ولازم تخش. طب قول لي، حاولنا نكملها امبارح وكملناها ودخلناها الحمد لله. الحمد لله. النهارده ان شاء الله هندخل بقى بقيه القافله، المواد الغذائيه والميه وان شاء الله برضو في بطاطين ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يسهل ونخش النهارده ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. طب قول لي يا عم حسن بقى، انت وزمايلك، يعني زمايلك اللي كانوا ضمن قافله امبارح، اللي كانوا ضمن السائقين اللي وصلوا المساعدات الاغاثيه، يعني حكوا لكم ايه لما عدوا معبر رفح؟ ايه اللي حصل؟ يعني هل كانت الطرق مثلا ممهده؟ ايه اللي كان، ايه الوضع كان ايه؟ أي يا فندم، الطرق كانت بايظه طبعا واتصلحت وبقت تمام وامان ورجعوا في امان الحمد لله. الحمد لله. واحنا ان شاء الله باذن الله احنا صامدين لاخر نفس فينا يعني. ربنا يكرمكم يا رب والله. الظروف اللي بتشتغل فيها وقاعد فيها يا حسن، كلمنا عنها اكتر. يعني ناس كتير جدا فاكرين ان الموضوع سهل، هو مجرد يعني قياده شاحنه وادخالها من نقطه لنقطه ثانيه، لكن في ظل الظروف دي واحنا بنشوف على الشاشات، لا الموضوع صعب جدا والموضوع ما هواش بالسهوله دي. حابب منك على الهوا تقول للناس وتقول للشارع المصري قد ايه انتوا بتتعبوا وقد ايه بتواجهوا صعوبات عشان توصلوا المساعدات الانسانيه لاهلنا في غزه. لا احنا بنتعب والله، فعلا بنتعب جامد، بس مش هيجي حاجه جنب اهالينا اللي في غزه وفلسطين واللي بيحصل له. يعني احنا نستحمل اي حاجه عشان خاطرهم برضه. ده كلام عظيم. احنا هنا تواضع، احنا هنا يعني احنا واقفين في امان، احنا واقفين في امان، بس برضه بيبقى في قلق طبعا. يعني ممكن تصل الفجر تلاقي في ضرب، بس الضرب بعيد عنا. طبعا طبعا. طب بما انك اتكلمت في النقطه دي يا ام حسن، يعني هل في حد مثلا، وعلى فكره ده شعور انساني يعني وارد انه يحصل، هل مثلا حد من زمايلك حس بقلق، حس بتوتر وهو داخل ضمن قافله امس لايصال المساعدات دي؟ هل كان في قلق او توتر؟ لا 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 مش قلق خالص. مش عايز اقول لك ان القافله اللي جايه والقافله اللي موجوده، اللي كل اللي جايين دول مفيش واحد فيهم حاسس بقلق. لو واحد حاسس بقلق عمره ما هيطلع ويركب عربيته ويتوكل على الله. طب عم حسن، انت في نقطه زي ما بيقولوا كده، نقطه فيها حرب ملتهبه، يعني كيلومتر او اقل من كيلومتر وفي حرب بتحصل. اكيد لما بيحصل قصف على الجانب الاخر باصوات طائرات مدافع، احكي لنا عن مشاعرك وازاي انتوا وانتوا موجودين هناك بتواجهوا ده. والله كل ده بيبقى قدامنا احنا، بس احنا بندعي، احنا بندعي ربنا يسترع معاهم وربنا يعدي على خير ونقدر نوصل لهم القافله دي على خير، لانهم محتاجينها، محتاجينها جدا يعني. يعني والله يا ام حسن، انا سعيده الحقيقه باحساسك وبحماسك انت وزمايلك، ويعني بكل تاكيد احنا قلوبنا مع اخواتنا هناك في قطاع غزه، ولكن فكره الروح اللي جوانا احنا كمصريين، ان احنا زي ما انت قلت كده من شويه، احنا موجودين ومعاهم وهنوصل لهم ومش هنمشي غير لما ندخل الحاجات دي، ده يعني يكفي انه يقول لنا ان المصريين الحقيقه طول عمرهم فيهم الخير. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ حسن الحسيني، احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه. شكرا ليك يا عم حسن.